قال سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، سورة الأنفال. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. فلان من المسلمين أراد الله به خيرا، أراد له النجاة من النار، شاء في الأزل أن يكون ناجيا من النار، فيحفظه من أن يقع في المعصية التي تجره إلى النار. هذا خاطر عباله هالأمر؟ ما خاطر عباله، منه خاطر عباله. أنتم الآن هنا في هذا المجلس الذي تحفه الملائكة، الذي يحبه الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما آخرون قد يكون في مكان الآن يعصون الله تعالى فيه. فاحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة. سيدنا الحسن البصري من كبراء التابعين لما ذكر أهل المعاصي قال: هانوا عليه، هم هينون على الله، هانوا عليه فعصوه، يعني ليس لهم هذا الشأن عند الله، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. الذي يكون له شأن عند الله تبارك وتعالى يعصمه، يحفظه.